أهلا بكم مشاهدينا في النشرة الاقتصادية. قام سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بزيارة إلى مركز المستثمرين السعودي التابع لوزارة الصناعة والتجارة، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني السعودي 93. بالتزامن مع الاحتفاء باليوم الوطني السعودي 93، أكد وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو أن الاحتفاء باليوم الوطني السعودي ينطلق من روابط الأخوة وأواصر الوحدة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية. ما في شك أن استثمارات المملكة العربية السعودية كبيرة في البحرين، والبحرين دائما سباغة وتسعى لتوفير كافة السبل والبنية التحتية للمستثمرين السعوديين، وما في شك أن وزارة الصناعة والتجارة فاتحة هذا المكتب أو هذا المركز لتسهيل كافة الإجراءات الحكومية وغير الحكومية للاستثمار السعودي والدخول في البحرين. يأتي مركز المستثمر السعودي في مملكة البحرين الذي أسس في عام 2017 كأحدى ثمرات التوجيهات السامية من لدن قيادتي البلدين الشقيقين، ويعمل هذا المركز على إنجاز جميع ما يحتاجه المستثمر السعودي من خدمات يتم تقديمها بمستوى عال من الكفاءة والمهنية. مركز دوره الأساسي هو تقديم الخدمات الخاصة بالسجل التجاري لأصحاب الأعمال السعوديين، مساعدتهم على تأسيس أعمالهم، الإجابة على جميع استفساراتهم الخاصة بتأسيس الأعمال والأنشطة التجارية الخاصة فيها. طبعا هناك الكثير من المزايا اللي يقدمها مركز المستثمرين للأخوة المملكة العربية السعودية، أنهم تم معاملتهم مثل معاملة البحريني وحتى ممكن تكون أكثر من ذلك. هناك أيضا ممكن الاستفادة من خلال تأسيس الأعمال في مملكة البحرين من الجهات اللي تقدم خدمات أو دعم مثل تمكين والبنك البحريني للتنمية، والاستفادة من جميع البنوك التي ممكن قد تمول هذه المشاريع. طبعا احنا هنا كمركز مستثمر سعودي نعمل على تقديم كافة الخدمات المتعلقة بالمستثمر من ناحية كافة النواحي، سواء من ناحية تأسيس الشركات أو المؤسسات الفردية، وتقديم كافة الخدمات المتاحة في هذا المجال لهم. تلعب الاستثمارات البحرينية السعودية دورا هاما في دفع عجلة التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، وتستمر المملكتان في تقوية الترابط الاقتصادي وتطويره على الصعد كافة وفي شتى المجالات. قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبد الله ناس إن حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند بلغ 342 مليون دولار في عام 2022، مسجلا نموا بنسبة 10% على أساس سنوي. وأكد على هامش لقاءات مع وفد رجال أعمال تايلاندي أن الغرفة تعمل على تعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي مع مملكة تايلاند الصديقة، ولفت رئيس الغرفة إلى أن مثل هذه اللقاءات تعد فرصة جيدة للتعريف بالإمكانيات والفرص الاستثمارية الواعدة في البحرين وتايلاند، مشيدا بحجم التبادل التجاري القائم بين المملكتين. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد خالد علي الأمين، رئيس لجنة القطاع الغذائي في غرفة البحرين. مرحبا بك أستاذ في النشرة الاقتصادية. بداية، ما هي المنتجات الرئيسية التي يتم تبادلها بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند عبر العلاقات التجارية؟ والله العلاقات التجارية مع مملكة تايلاند قوية وتطور يوم عن يوم، وعلى سبيل المثال في السنة الماضية ارتفعت من 13 مليون إلى 342 مليون بنسبة 12%. طبعا منتجات متنوعة، منها اليوريا، منها الألمنيوم، منها الألمنيوم واير، نعم، فروزن كراب، القباقب المثلجة والقباقب المدخنة، بعض السيارات، قطاع الغيار من تايلاند، بعض السيارات التي تعمل لأغراض خاصة، وطبعا الأرز، وفي عدة يعني عدة أشياء متنوعة نستوردها من تايلاند وتايلاند تستوردها من البحرين. أستاذ خالد، كيف يمكن تعزيز وتطوير هذه العلاقات التجارية في المستقبل؟
والله يعني شوفي احنا الحمد لله انتمت تابع علاقه جيده معاهم، واحنا من كم يوم جبنا حوالي 25 تاجر من عندهم، واحنا عندنا خطه ان احنا نسافر لهم ان شاء الله في السنه القادمه. ونقابل وفودهم التجاريه. مثلا عند الشباب الوفود التجاريه هو شيء مهم، اقامه المنتديات الاقتصاديه التي تجمع رجال الاعمال من كلا البلدين، إقامة المعارض المختصة بحسب القطاعات اللي سلط عليها الضوء مثل التعليم والصحة والقضاء. حبذا لو ندشن أسبوع تجاري تايلاندي بحريني، ونستخدم منصات إلكترونية للتبادل التجاري مثل الإي كوميرس على أساس نسهل عملية التجارة البينية، ونستقطب منتجات تايلاندية بقطاعات محددة مثل القضاء والمشروبات ومستحضرات التجديد. تكثيف التعاون مع الغرفة التجارية الرئيسية في تايلاند، والتنسيق المستمر لخلق قنوات تواصل رسمية للمستثمرين المحليين. طبعا هذه بمساعدة وزارة التجارة والصناعة في البحرين. فهذه هي السبل اللي احنا قاعدين نعمل عليها، واحنا عملنا منها بعضها. فإن شاء الله العلاقة راح تتطور أكبر وأكبر مع الجانب التايلندي لما تتمتع به البحرين وتايلاند بعلاقة خاصة وقوية. بالتأكيد السيد خالد علي الأمين رئيس لجنة القطاع الغذائي في غرفة البحرين، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مع دائرة الأسواق المالية الخليجية. أعلنت شركة أدنوك للتوزيع عن افتتاح 3 محطات خدمة تحمل العلامة التجارية لأدنوك في مصر، وتقع في مناطق رئيسية استراتيجية في القاهرة الكبرى. وافتتح وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا أولى محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود لشركة أدنوك الإماراتية في العاصمة المصرية. وأكد الملا أهمية دخول شركة كبيرة وعلامة تجارية هامة مثل شركة أدنوك الإماراتية للاستثمار في السوق المصري. والآن نترككم مع سعر صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.